ولد المشروب الغازي في المكان المخصص لتقديم الصودا في الصيدليات. فقد كان يقدم الصيادلة مختلف النكهات من المياه المكربنة التي كانت تعتبر مشروبا طبيا. أصبحت هذه المشروبات رائجة إلى درجة أن الزبائن أرادوا أخذها إلى المنزل. هذا الطلب أطلق صناعة المشروبات الغازية. عام 2003 بيع نحو 159 مليار لتر من المشروبات الغازية حول العالم، أي بمعدل 30 لتراً لكل شخص على الأرض. وصلت هذه الزجاجات البلاستيكية ذات سعة لترين للتو من مصنع الزجاجات. ورغم أنها زجاجات جديدة، فإن على مصنع المشروبات الغازية تنظيفها قبل ملئها. تقلب آلة الشطف الزجاجات رأساً على عقب، ثم ترشها بمياه مكررة في المصنع. حين تفرغ من الماء، تقلب الآلة الزجاجات مجدداً، ثم تنقلها إلى محطة التعبئة. في هذه الأثناء في قاعة المزج، يعد الخبراء التقنيون المشروب الغازي الذي ستعبأ به الزجاجات. المياه المكررة تمثل نحو 86% من المشروب، أما الباقي فمن الشراب. كل وصفة شراب هي مزيج من مكونات توضع كمياتها بحذر، وهي ملونات ومنكهات طبيعية واصطناعية، ونوع أو أكثر من أنواع السكر المختلفة مثل الجلوكوز أو الفركتوز، المستخرج من الشمندر أو الذرة أو قصب السكر. هذه الآلة تضيف النسبة الصحيحة من الشراب إلى المياه المكررة، منتجة بذلك المشروب الغازي النهائي من دون فقاعات الغاز. يدخل المشروب الآن خزاناً مضغوطاً يسمى المكربن، وفيه تملأ حقنة من ثاني أكسيد الكربون المشروب بفقاعات غاز. يدخل الآن المشروب الغازي خزان آلة التعبئة. تصل الزجاجات وتمر على الآلة الدوارة. تنزع الآلة الهواء من كل زجاجة، ثم تملأها في هذه الحالة بلترين من الكولا. تدخل الآن إلى آلة تركيب الأغطية. تنزل الأغطية مدفوعة بهواء مكرر. تضع الآلة الأغطية على الجزء من الزجاجة الذي يسمى التغضين، مع شبك لولب الغطاء بالتغضين بقوة لإغلاق الزجاجة بإحكام. المحطة التالية وضع الملصقات. تضع لفافة الآلة الغراء البارد على الصفائح المعدنية، بعد إذن تمسك كل صفيحة بملصق وتضعه على زجاجة. تكبس الفراش الأطراف للحرص على أن الملصقات مثبتة جيداً. في مكان آخر من المصنع، تقوم آلة تسمى آلة التفريغ بتفريغ صناديق من العبوات التي يعاد تعبئتها والتي أعيدت إلى المصنع. تتابع الصناديق سيرها نحو آلة لغسل الصناديق، وتتجه الزجاجات المتسخة نحو آلة غسل الزجاجات، حيث ترصف في صفوف من 16 زجاجة. تقلب كل زجاجة وتدخل آلة الغسل انطلاقاً من رأسها. في الداخل يزيل مزيج من مضخات ماء قوية وصابون الأوساخ والجراثيم، ثم يزيل دفق ماء كل آثار الصابون. عند خروجها تمر أمام ضوء نيون للتحقق منها، يزيل العمال أي زجاجات فيها مشاكل. الآن تتجه الزجاجات إلى آلة التعبئة نفسها، لكن هذه المرة عدلت لملء كل زجاجة ب 300 مللتر من المشروب. يأخذ المصنع عينة من كل إنتاج لفحص النوعية، ويتحقق اختصاصيو المختبر من أشياء مثل نسبة تخفيف الشراب إلى الماء، مستوى الكربنة، ومدى إحكام قفل الغطاء. كذلك يتحققون من نقاوة المشروب والعبوة من خلال تمرير العينة عبر ورقة ترشيح. يضعون الورقة في صفيحة تحتوي المغذيات اللازمة لنمو الحيي المجهري، ثم يضعونها في حرارة محددة ويراقبون إن كانت البكتيريا ستنمو. لهذه الزجاجات أغطية قديمة الطراز مختلفة عن أغطية الزجاجات البلاستيكية اللولبية. حين ينزل كل غطاء على زجاجة، تضغط عليه الآلة وتقفله للشحن. حين تعبأ الزجاجات وتغلق بأغطية، توضع بإحكام في صناديق.